بالنسبة للمسار الآخر وهو المسار الاقتصادي، أنا قبل قليل كنت في اجتماع مع المحافظ ومع وفد وجزء منهم الأخ ناجي اللي أحضر جزء من هذا الحوار. فيه كوارث حادثة في ليبيا يا إخوة، يحاولوا بطريقة أو أخرى لم المتها وضم الموضوع. الدين العام في المنطقة الشرقية الآن يصل حوالي 50 مليار، 50 مليار مصروفات بدون وجه حق. المصارف خاصة التجارة والتنمية والوحدة بالدرجة الأولى، ثم بدرجة أقل التجاري الوطني شبه مفلسة وتكاد تنهار، والوحدة والتجارة والتنمية استنفذت كل الرصيد اللي هي أموال المودعين، وهذا أمر خطير جدا. والآن في محاولة